أهلا بكم إلى هذه الظهيرة من الميادين. وفي عناوينها لليوم: شهيد في جنين واعتقالات باقتحام الاحتلال مدنا في الضفة وخشية إسرائيلية من ازدياد وتيرة العمليات الفلسطينية واتساع دائرتها. 15 قتيلا بينهم دبلوماسيان روسيان بتفجير استهدف السفارة الروسية في كابول، ولافروف يصف الهجوم بالإرهابي ويطالب بمعاقبة الجنود. طهران تشترط إنهاء تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتوصل إلى اتفاق نووي مستدام، وتعلن استعدادها لإمداد أوروبا بالطاقة إذا رفعت العقوبات عنها. جلسة ثانية من الحوار الوطني بين القوى السياسية في العراق، وزعيم التيار الصدري يدعو إلى الاستمرار في الإصلاح. وفي ظهيرة أيضا موجز اقتصادي مع أليسار كرم. مرحبا أليسار. مرحبا مروان. في اقتصاد الظهيرة لهذا اليوم: تظاهرات مستمرة في دول أوروبية رفضا للعقوبات على روسيا، وأسعار الغاز تتجاوز 2900 دولار لكل 1000 متر مكعب. وفي أخبار الرياضة لهذه الظهيرة معنا مايك شلهوب. مساء الخير. مرحبا دينا. سنتابع في موجز الرياضة: الشياطين الحمر يوقفون زحف المدفعجية في الدوري الإنجليزي. هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية سنتابع تفاصيلها في خلال النشرة، ولكن نبدأ أولا بالملفات السياسية دينا. ونستهل هذه الظهيرة مروان من فلسطين المحتلة، حيث استشهد الشاب طاهر زكارنا وهو البالغ من العمر 19 عاما بعد إصابته برصاص الاحتلال الذي اقتحمت قواته بلدة قباتية في جنين فجر اليوم. نعم دينا، وتصدى شبان البلدة للقوات المقتحمة، حيث اندلعت الشباكات وانسحبت بعدها قوات الاحتلال من البلدة. الأوضاع في جنين دفعت قوات الاحتلال إلى تعزيز قواتها العسكرية، كما اعتقلت عددا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. في موازاة ذلك، تحدثت مراسلة الميادين عن محاولة تنفيذ عملية دهس عند حاجز سلفيت. إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا ليلة أمس الأحد بجروح بعد إطلاق النار عليهم من بندقية صيد قرب منطقة رام الله في الضفة الغربية. وأضاف المتحدث أنه ساد الاعتقاد في البداية أنهم أصيبوا بعبوة ناسفة ألقيت عليهم، لكن التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي كشف أنها كانت في الواقع بندقية صيد. وعلى وقع الخشية الإسرائيلية من ازدياد وتيرة العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية واتساع دائرتها في الأسابيع المقبلة، حذر خبراء من أن تل أبيب تواجه انتفاضة فلسطينية جديدة تختلف في طابعها عن تلك التي خبرتها في السنوات الماضية. هذا التقرير لمنى الإسماعيل. انتفاضة من نوع جديد، هكذا وصفوا في إسرائيل سلسلة العمليات الأخيرة التي نفذها فلسطينيون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وغور الأردن. عمليات حملت بحسب محللين إسرائيليين طابعا مختلفا وجرأة متزايدة وقدرة عملانية على التنفيذ، وأنتجت واقعا جديدا تتحول فيه كل عملية اعتقال إلى مواجهة شرسة. ما نراه في الأشهر الأخيرة في الضفة هو انتفاضة من نوع جديد مختلفة عن تلك التي شهدناها في الثمانينيات وعام 2000، وما يميزها أيضا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في كل عملية اعتقال، ليس فقط في جنين ونابلس، فضلا عن رمي الحجارة وإطلاق النار بكثافة نحو الجنود. إنهم شباب لا ينتمون إلى أي تنظيم. ما يحدث في الضفة هو نمط تحول إلى واقع، بحيث يترافق كل دخول للجيش الإسرائيلي إلى المناطق الفلسطينية لتنفيذ عملية اعتقال مع التعرض لإطلاق نار حي، وهذا واقع جديد مزعج ومقلق ويهدد بالتطور أكثر فأكثر في المناطق الفلسطينية. وصف مصادر أمنية إسرائيلية الوضع في الضفة بالمعقد جدا نابع من الخشية الإسرائيلية من إمكانية ازدياد وتيرة العمليات الفلسطينية واتساع دائرتها في الأسابيع المقبلة.
توجد هنا ظاهرة آخذة في الاتساع، ليس فقط في عدد العمليات والمخططين لها، بل أيضا من حيث الانتشار الجغرافي لهذه العمليات، فهي امتدت إلى الغور، وهذا يغير السيناريو الذي عرفناه حتى الآن. ما نراه اليوم يغير كليا استعدادات الجيش في كل منطقة الضفة. وفي ظل حديث محللين عن أن طابع العمليات الأخيرة يدل على محاولة الفلسطينيين تنفيذ عمليات أكثر نوعية، أشارت المعطيات الرسمية إلى ارتفاع حاد وواضح في عدد العمليات الفلسطينية، لتصل هذا العام الذي لم ينتهي بعد إلى 150 عملية مقابل 91 عملية العام الماضي. معنا من رام الله مراسلة الميادين نسرين سلمي. نسرين، بعد التحية، يعني الشارع الفلسطيني دائما يفاجئ الاحتلال بتصاعد مقاومته بكل أشكالها وتكتيكاتها. الآن ما حجم حالة التأهب الإسرائيلية على وقع تصاعد العمليات الفدائية؟ نسأل أيضا عن المخاوف الإسرائيلية من هذا التصاعد، من هذه العمليات التي تتكرر بين الوقت والآخر. طبعا هناك حالة تأهب كبيرة في لدى الجانب الإسرائيلي، هناك انتشار مكثف لقوات الاحتلال في كل أنحاء فلسطين المحتلة، حتى أن المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي يقولوا أن حالة التأهب وصلت إلى المناطق المحتلة عام 48 تخوفا من العملية التي حدثت بالأمس في غور الأردن. قالوا أنها تشكل نقلة نوعية في العمليات الفلسطينية، بمعنى أنهم قلقون من أن يكون العملية مرتب لها، خصوصا أن يعني أن المنفذين كانوا يعلمون أن هذه الحافلة تقل جنودا في طريقهم إلى التدريب في منطقة غور الأردن. الكل يعلم أن الجنود الإسرائيليين يتدربون هناك بالذخيرة الحية في منطقة الغور. ولدى الجانب الإسرائيلي شكوك بأن يعني استهداف الحافلة لم يكن وليد الصدفة، بل ربما كان مخططا له، وأن المنفذين كانوا يعلموا بأمر هذه الحافلة ولاحقوها وثم أطلقوا الرصاص باتجاهها. بالأمس أيضا كان هناك عملية إطلاق رصاص باتجاه برج عسكري بالقرب من مدينة رام الله، بأحد القرى القريبة من مدينة رام الله. طبعا هذا أثار حالة من القلق لدى الجانب الإسرائيلي، وقال أنه ينشر المزيد من وحداته ومن جنوده في مناطق مختلفة، تحديدا في المناطق التي يتواجد فيها جنود الاحتلال ومناطق التماس والحواجز العسكرية، تخوفا من مثل هذه العمليات. حتى هذه اللحظات الوضع لا يعتبر هادئ. نعم. هناك من أكثر المنطقة تجري فيها يعني نوع من المواجهات ونوع من التصدي لجنود الاحتلال، تحديدا في منطقة جنوب الضفة الغربية، حيث قام مجموعة من الشبان. نعم. برشق قوات الاحتلال بالحجارة بالقرب من منطقة حسان جنوب الضفة الغربية. أيضا المجموعات الفدائية لن تقتصر نسرين على مخيم جنين أو المناطق في نابلس، هل نستطيع أن نقول أنه باقي المدن الفلسطينية ستحذو حذو يعني تجارب كتيبة نابلس وكتيبة جنين وكتيبة قباطية نسرين؟ طبعا هناك يعني هناك حالة جديدة في الشارع الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية، وهي العودة إلى الكفاح المسلح والعمليات المقاومة المسلحة، وهي بالمناسبة لم تتوقف وإنما تباعدت الفترات ما بينها، كل فترة وفترة يكون هناك مثل هذا النوع من المقاومة، لكن في الفترة الأخيرة ازدادت وتيرتها في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية. الجديد هو الكتائب، إعلان الكتائب عن تواجدهم، مثلا كتيبة جنين، ثم كتيبة نابلس، ثم كتيبة طوباس وكتيبة طول كرب، وأيضا الخروج المسلح للكتائب في منطقة الريشة في بيت لحم، ربما أيضا في وسط الضفة الغربية لكن بدون ظهور علني، لكن من خلال عمليات إطلاق النار. عمليات إطلاق النار تتواصل خلال الفترات الماضية لكنها ازدادت في هذه الفترة، وهذا أيضا يقلق الجانب الإسرائيلي. ورأينا تحليلات كثيرة لمحللين وصحفيين إسرائيليين يتحدثون عن انتفاضة جديدة غير معلنة فعليا، لكنها تجري على الأرض بطرق يعني وعمليات مكثفة، وهناك تخوف من أن تصبح هذه ظاهرة كبيرة ومنتشرة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، لكن يعني تحدث على وتائر وعلى فترات مختلفة وبدون تخطيط. يعني الإسرائيليون يقولون أن من يقومون بتنفيذ هذه العمليات
ليسوا منظمين بمعنى التنظيم الذي اعتادوه، ربما يعني يكونوا هم فعلا منظمين لكن ليس بالطريقه التي عاهدتها اسرائيل. هم يقولون ان البندقيه تنتقل من مقاوم الى مقاوم بغض النظر عن انتمائه الفصائلي او الحزبي، بمعنى ان المقاومون اليوم يخرجون لتنفيذ مثل هذه العمليات دون ان يكون انتمائهم واضح مثلا للجهاد الاسلامي او لحماس او لفتح، لكن يريدون تنفيذ مثل هذه العمليه بغض النظر عن التنظيم الذي يتبنى هذه العملية ويتحمل مسؤوليتها. هي رغبة لدى الشباب بتنفيذ عمليات للمقاومة لوقف الاعتداءات وصد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين التي تتزايد يوما بعد يوم. اليوم أيضا هناك يعني اعتداء من قبل المستوطنين على المزارعين في منطقة سلفيد في جنين، هناك يعني عملية اقتحام يومية بحق الفلسطينيين ومداهمات لمنازلهم. بالتالي الامر يعني بين اخذ ورد من المقاومه الفلسطينيه لاسترداد يعني او لمحاوله لصد جزء من الاعتداءات الاسرائيليه التي يتعرضون لها. شكرا لك مراسله الميادين من رام الله نسرين سلمي. يواصل 400 أسير من أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال اليوم 12 خطواتهم التمردية ضد إدارة مصلحة سجون الاحتلال. مكتب إعلام الأسرى أشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال أعادت فتح سجن جلبوع بعد إغلاقه في أعقاب عملية نفق الحرية، حيث نقلت عددا من الأسرى إلى قسم واحد وأجرت بعض التعديلات على مباني السجن. إلى ذلك كشف الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية يوني بن مناحيم أن قرار الإفراج عن الأسير خليل عواودة اتخذه رئيس الحكومة يائير لابيد ووزير الأمن بني جانتس. وأيضا في تغريدة على تويتر أضاف بن مناحيم أن المصريين غاضبون من المستوى السياسي في إسرائيل، وذلك لأن تل أبيب التزمت أمامهم الإفراج عن خليل عواودة والشيخ بسام السعدي كجزء من تفاهمات وقف إطلاق النار الأخير، لكنها لم تنفذ ذلك. وضمن الفعاليات المساندة للقضية الفلسطينية ينظم هذا الأسبوع أو ينظم موظفون من شركتي جوجل وأمازون الأمريكيتين وقفات أمام مقر الشركتين في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك احتجاجا على عقد للشراكة وقعته إدارة الشركتين مع حكومة الاحتلال. نعم دينا، من جهتها المديرة التسويقية السابقة لمنتجات جوجل التعليمية رير كورين اعتصمت مع زملاء لها أمام مقر الشركة في سان فرانسيسكو اعتراضا على مشروع تقدم فيه كل من جوجل وأمازون خدمات الذكاء الاصطناعي وبرامج المراقبة الواسعة إلى جيش الاحتلال. قال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن أموس أوكستين الوسيط الأمريكي في مسألة ترسيم الحدود البحرية سيصل إلى بيروت خلال أيام. نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس أبو صعب أوضح في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني ميشيل عون أن معظم التقارير الإعلامية التي نشرت أخيرا بشأن مهمة أوكستين مبنية على تكهنات وليست دقيقة، وأكد أبو صعب أنه سمع من الجانب الأمريكي أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل أولوية قصوى بالنسبة إلى الجانب الأمريكي. كشف الكاتب سعيد نفاع الأمين العام لاتحاد الكتاب الفلسطينيين في الداخل أن السلطات الأردنية منعته من دخول الأراضي الأردنية للمشاركة في معرض عمان الدولي 21 الكتاب. وفي بيان له عبر فيسبوك أشار نفاع لأنه لا تفسير لديه لهذا الإجراء الذي وصفه بالغريب والمستهجن وغير المتوقع، إذ سبق له أن زار الأردن مرات عديدة قبل الحكم عليه بالأسر عام 2015 وزيارته سوريا التي كانت وراء الحكم عليه بالسجن والتي جرت عبر الأردن ومباركته. قتل أكثر من 15 شخصا بتفجير وقع قرب مقر السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول، ومن بين الضحايا دبلوماسيان روسيان وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرطة الأفغانية أن حراس طالبان أطلقوا النار على انتحاري كان يقترب من السفارة الروسية وأن التفجير الانتحاري وقع عند بواباتها. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال أنه جرى تعزيز أمن السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول بعد الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مصرع اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية. وأضاف لافروف خلال مباحثات مع نظيره التاجيكي في موسكو
أن سلطات طالبان استقدمت قوات إضافية إلى المنطقة وسخرت قدرات الاستخبارات وأجهزة مكافحة التجسس لكشف ملابسات التفجير، داعيا إلى الكشف عن مرتكبي العمل الإرهابي ومعاقبتهم. ومعنا من موسكو مدير مكتب الميادين هناك سلام العبيدي، نرحب بك. سلام، هذا التفجير وهذا العمل كيف تقرأه اليوم موسكو في ضوء التطورات على الساحة العالمية في ما خص المواقف منها؟ أهلا بك يا دينا. بلا شك لا يمكن أن نتناول هذه الحادثة وهذا العمل الإرهابي الذي استهدف السفارة الروسية في كابول بمعزل عن جملة من الأمور، سواء كان ما يتعلق بالمواجهة بين روسيا والغرب الجماعي الأطلسي، أو أيضا يجب أن نأخذ في نظر الاعتبار بأن هذا التفجير وقع أثناء مباحثات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الطاجيكي، ونحن نعلم مدى أهمية الملف الأفغاني سواء كان بالنسبة لروسيا أو أفغانستان. دائما كانت الهجمات الإرهابية على آسيا الوسطى تنطلق من أفغانستان وتتجه نحو طاجكستان. أيضا يجب أن نأخذ أيضا في نظر الاعتبار أن كانت هناك مشادة قبل بضعة أيام بين مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا ونظيرته الأمريكية فيما يتعلق بأفغانستان، واللوم الذي وجهه الغرب ووجهته الولايات المتحدة في تقاعس روسيا عن المشاركة في إعادة إعمار أفغانستان. بلا شك هذه المسألة بالنسبة للروسية تثير قلقا كبيرا، أخذا في نظر الاعتبار أن الولايات المتحدة وحلفائها هم الذين تركوا أفغانستان لقمة سائغة لطالبان وتركوا ترسانة بمليارات الدولارات تقدر بأكثر من 80 مليار دولار، لذلك هذا اللوم الأمريكي كان مرفوضا بشكل قاطع بالنسبة لموسكو. طبعا هنا لا بد من الإشارة، سبق لي بالمناسبة دينا أن زرت هذه السفارة في كابول قبل سنوات، وأستطيع أن أقول بأنها محصنة بشكل جيد، ومؤكد أن الاستهداف كان مقصودا، هو يعني اختيار التوقيت خروج السكرتير الثاني في السفارة إلى باحة المبنى يعني توزيع بعض الوثائق على المراجعين، وأيضا كان برفقة حارس السفارة، فلذلك هذا التوقيت يبدو كان واضحا هو استهداف دبلوماسيين روس بعينهم وليس الزوار أو المراجعين الأفغان، فهذا بلا شك يعني يصب في محاولات فتح جبهة جديدة على روسيا وهذه المرة في أفغانستان، نظرا لأن موسكو استطاعت رغم أنها تعتبر طالبان حركة إرهابية لكنها استطاعت أن تجد معها لغة مشتركة وترسل المساعدات الإنسانية وتتفق مع طالبان على عدم مهاجمة دول آسيا الوسطى، لذلك عندما تتاح الفرصة لعمل إرهابي يستهدف المصالح الروسية ويستهدف دبلوماسيين روس فهي بلا شك عملية مقصودة، والتحقيق الروسي لجنة التحقيق الروسية فتحت تحقيقا في هذه الحادثة وتعتبر العمل إرهابيا وتحاول أن تحقق بما في ذلك من خلال الأجهزة الأمنية والأجهزة الاستخبارية للعثور على الخيوط التي تؤدي إلى من طلب ومن يعني هو الذي يقف وراء هذا العمل المدبر. بلا شك سينظر في مسألة تورط ربما أجهزة مخابرات غربية وحتى أمريكية وأيضا بلا شك ربما لديها لدى موسكو حتى الساعة خيوط أولية فيما خص الجهات. صحيح. ربما، لكن فتح جبهات كما تحدثت سلام، فتح جبهات مع موسكو خارج إطار المناطق التي تجري فيها صراعات مباشرة معها، أي رسائل تقرأها موسكو من خلال هذه المحاولات أيضا ومن خلال هذا الهجوم اليوم؟ بلا شك هو إضعاف موقف روسيا على جبهات عديدة. روسيا تقاتل على عدة جبهات، تقاتل الإرهاب في سوريا وتقاتل النازيين في أوكرانيا، أيضا هناك محاولات للضغط على روسيا من مناطق مختلفة في بيلاروسيا، يعني الآن حزمة العقوبات تشمل ليس فقط روسيا وإنما بيلاروسيا على حد سواء، وفي ليتوانيا سيجتمع وزراء خارجية دول الشمال ودول البلطيق، وأيضا سيلتقون هناك بممثلي ما يسمى بالمعارضة البيلاروسية
بيلاروسيا وربما حتى بما يسمى بالمعارضة الروسية. إذن هم يريدون فتح جبهات عديدة، وجبهة أفغانستان دائما كانت يعني من الجبهات يعني لنقل المفيدة بالنسبة للغرب في التحريض على روسيا على مدى سنوات عديدة. روسيا كانت تقاتل الإرهاب في تلك المنطقة وتدافع عن طاجكستان، تدافع عن خواصرها في تلك المنطقة في منطقة آسيا الوسطى. لذلك يعني فتح جبهة جديدة وهذه المرة في آسيا الوسطى، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها كازاخستان، كل ذلك يخدم مصالح الغرب في المواجهة المفتوحة والشاملة على جبهات عديدة في مناطق مختلفة من العالم، خاصة في المحيط الأمني الاستراتيجي الجيوسياسي بالنسبة لروسيا. إذن سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو، شكرا جزيلا لك. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن تنظيم داعش يحاول اقتحام عالم الأصول الرقمية أو ما يعرف بالرموز غير القابلة للاستبدال، في محاولة منه للبحث عن فضاء جديد لنشر دعايته وإيجاد مصدر للتمويل. الصحيفة سلطت الضوء على بطاقة رقمية ظهرت أخيرا تشيد بمقاتلي التنظيم لشنهم هجوما على موقع لحركة طالبان في أفغانستان، ونقلت عن مسؤولين كبار سابقين في الاستخبارات الأمريكية قولهم إن هذه البطاقة تمثل المرة الأولى التي يستخدم فيها التنظيم الرموز غير القابلة للاستبدال. الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني رأى أن إغلاق ملف إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق نووي مستدام. كنعاني وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي أشار إلى أن إيران مستعدة لإمداد أوروبا بالطاقة إذا جرى رفع العقوبات عنها. عقب تسلم الرد الأمريكي أرسلت إيران بدورها ردها البناء والشفاف والقانوني، وننتظر الآن الرد الأمريكي. طهران ملتزمة دورها المسؤول في المحادثات النووية وتسعى إلى إنهاء هذا الماراثون بما يخدم المصالح الوطنية للشعب الإيراني. الموضوع الأهم الذي نركز عليه في المحادثات النووية هو الضمانات، وإلا فمن الممكن أن نشهد خروج أمريكا مرة أخرى من الاتفاق. كما أكدنا في ردنا ضرورة رفع العقوبات بما يتيح لإيران الحصول على امتيازاتها الاقتصادية، وضرورة إنهاء اللعبة السياسية حيال البرنامج النووي الإيراني في أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الرد الإيراني سعى لإزالة احتمالية سوء تفسير نص الاتفاق الاحتمالي المقبل، ونأمل أن تصل المحادثات قريبا إلى نتيجة لتستطيع إيران أن تمد دول العالم بالطاقة، وليس هناك قيود أو عراقيل أمام إيران في هذا المجال. كنعاني أكد أن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف البنى التحتية السورية العسكرية والمدنية غير قانونية، داعيا المجتمع الدولي إلى التصدي لها. العدوان الصهيوني غير القانوني على سوريا يأتي بدعم من أمريكا التي تحضر بدورها أيضا على الأراضي السورية على نحو غير قانوني. الهجمات العسكرية الصهيونية على البنى التحتية السورية العسكرية وغير العسكرية غير قانونية وانتهاك للمقررات الدولية، ويجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن اتخاذ إجراءات ردعية لإيقاف هذا العدوان المتكرر. مزاعم الهجوم على مراكز وقواعد إيرانية في سوريا باطلة ولا أساس لها من الصحة، وهي فقط حجة واهية. إيران ساهمت في مكافحة الإرهاب في المنطقة وستبقى تمارس دورها الاستشاري في سوريا بناء على طلب الحكومة السورية. أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطلع بلاده إلى توصل إيران والولايات المتحدة إلى توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي ويكون عادلا للجميع ويصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها. وقالت الخارجية القطرية في بيان لها أن وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مفاوضات العودة إلى خطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة.
رأى رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية المشتركة اللواء محمد باقري أن الأعداء يحاولون تعويض تراجع قواتهم في الشرق الأوسط عبر طرق مختلفة. باقري وخلال مراسم إلحاق معدات عسكرية في بندر عباس كشف عن سفينة الشهيد قاسم سليمان الحربية التي تتميز بقدرتها على تنفيذ المهمات في المياه البعيدة. تتميز السفينة بقدرتها على تنفيذ المهام في المياه البعيدة ضمن ظروف مختلفة وعدة مناخات. هي مجهزة بأسلحة مختلفة، صواريخ سطح، صواريخ سطح جو لمواجهة الطائرات المهاجمة، وأيضا الطائرات المسيرة والمروحيات والسفن المحيطة بها، كما أنها مجهزة بمعدات الحرب الإلكترونية وتتميز بقدراتها العالية الاستخباراتية كما في رصد الأهداف المعادية. انطلقت أعمال الجلسة الثانية من الحوار الوطني بين القوى السياسية في العراق بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى القادمي لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة. واتفق اجتماع الرئاسات والقوى السياسية اليوم على 6 توصيات، من بينها تشكيل فريق فني لإنضاج الرؤى والأفكار وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة. زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وفي تغريدة له عبر تويتر دعا إلى الاستمرار في الإصلاح، وأضاف أن أنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون، ولن يحكم فينا ابن الدعية كائنا من كان، وفق ما جاء في تغريدة الصدر. معنا من بغداد مراسل الميادين صلاح الخزاعي. صلاح، إذن يعني أعمال الحوار الوطني الثانية اختتمت أعمالها اليوم أو بدأت أعمالها اليوم في ظل حالة الانسداد السياسي، ماذا عن المخرجات صلاح؟ هل لهذا المؤتمر يعني أي نتائج إيجابية على أرض الواقع؟ مروان، هي الجولة الثانية من يعني مشروع الحوار الوطني الذي انطلق في 16 من آب. كان من المفترض أن تكون هناك جولة ثانية ولكنها لم تعقد بسبب إعلان بعض القوى السياسية عدم المشاركة في حينها لعدم اشتراك التيار الصدري في هذا الحوار، وذلك يعني بحسب وجهة نظرها أن مخرجات الحوار دون حضور التيار لن تكون مجدية. اليوم كان هناك بيانا مقتضبا عن بدء الجولة الثانية المكملة ل يعني اجتماع أو جولات الحوار الوطني بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، وطبعا الرئاسات ورؤساء القوى السياسية باستثناء التيار الصدري الذي خصص له مقعدا وبقى فارغا. النقاط الست التي خرج بها اجتماع اليوم مروان، ربما النقطة الثانية هي أبرز ما ورد في هذا الاجتماع، وهي تشكيل فريق فني مهمته تنضيج الأفكار والرؤى لوضع يعني بين القوى السياسية لوضع خارطة الطريق للحل الوطني للذهاب باتجاه انتخابات مبكرة تعيد النظر بقانون بالمفوضية وتناقش قانون للانتخابات. وهاتين النقطتين ربما يعني لأول مرة تطرح بشكل يعني يأتي لمناقشتها خارج المطالبات السابقة التي كانت القوى السياسية التي تريد أن يتم ذلك تحت قبة البرلمان. ربما هذه بداية لأن تنضج هذه الأفكار وتاليا يعني يتم الذهاب فيها إلى البرلمان، لأن النقاط التالية في ذات البيان أصرت أو أشارت إلى أن المؤسسات يجب أن تعمل وفق سقف الدستور والقانون. وفي النقطة الرابعة أيضا جدد الاجتماع الدعوة مرة أخرى إلى التيار الصدري للانضمام إلى الاجتماعات الفنية والسياسية للخروج ب يعني رؤى مشتركة والمساهمة في تنضيج الرؤى والأفكار. مخرجات مثل تلك ننتظر رد التيار الصدري عليها والتعليقات عليها، لأنها دون التفاعل لن تكون مجدية بحسب مراقبين، أو لربما هناك رؤية أخرى للذهاب إلى يعني باتجاه تشكيل حكومة وباتجاه عقد جلسة برلمانية وفق الأطر القانونية دون انتظار من لم يشترك في هذا الحوار، أو يعني ينتظر الجميع التحاق التيار الصدري أو من ينوب عنه أو من يمثله
في هذه الاجتماعات. نعم. النقاط الأخرى التي وردت هي تكرار المواقف السابقة. شكرا. شكرا لك مراسل الميادين من بغداد صلاح الخزاعي. وفي العراق أيضا تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات مؤتمر نداء الأقصى الدولي في مدينة كربلاء. هذا المؤتمر الذي يمتد ليومين تشارك فيه شخصيات سياسية ودينية وفعاليات من مختلف الدول العربية والإسلامية. نفيع الله عشيروف المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية والمركزية لمسلمي القسم الآسيوي من روسيا الاتحادية أكد وجوب أن يرجع كل مشارك في المؤتمر إلى بلده سفيرا للمسجد الأقصى. وخلال تغطية الميادين للمؤتمر في كربلاء دعا عشيروف إلى أن تكون منابر للأقصى من أجل تحرير فلسطين. مثلا النداء الأقصى الدولي، كل مشارك في هذا المؤتمر يبد يرجع إلى بلده كسفير الأقصى، كسفير الأقصى، وينشر هذه الفكرة في بلده، ويحيي روح التعاون مع فلسطينيين في بلده. وفي كل أي مسجد لابد أن يكون منبر الأقصى، أي كاتب لابد أن يكون يعني إنسان داعي إلى مقاومة الأقصى، وهذا فقط ممكن أن ينقذ فلسطين. نعم. وإلا نحن نتكلم والشعب كذا يأكل وينام وكذا، هذا لا يفيد. نحن لابد أن نختم، وأنتم أسستم هذه مثلا هذا المؤتمر، وهو إن شاء الله سينشر هذه الفكرة في العالم، لأنه هو العالمي. حتى من روسيا جاء مثلا وفد، من هنا ومن هنا، من كل البلد. حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط من أنه إذا لم تدخل سفن الوقود إلى ميناء الحديدة فسيجري التشاور مع أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب. وهذا الموقف لمشاط جاء في كلمة خلال تدشين برنامج الصمود الوطني في مجلس النواب. الحرب لم تنتهي بعد، بل هي مستمرة وبطرق متعددة. الحرب سلاحها الوعي في هذه المرحلة أيها الإخوة. أزمة المشتقات النفطية، نحن في المجلس السياسي سنتشاور في اتخاذ القرار، لكنني أؤكد لكم أنها ستدخل إن شاء الله، وإذا لم تدخل سيتم اتخاذ القرار المناسب الذي سنسمعه أبناء شعبنا إن شاء الله. الظاهرة مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. تايوان تعلن بدء مناورات للذخيرة الحية. أهلا بكم من جديد إلى الظهيرة. بدأت تايوان مناورات دورية بالذخيرة الحية تستمر أسبوعا بهدف اختبار القدرات القتالية لمختلف وحدات المشاة والمدرعات والهجوم بالمروحيات. المتحدث باسم وزارة الدفاع قال لوكالة الأنباء الألمانية أن هذه المناورات التي تجرى كل 3 أشهر بدأت اليوم وسوف تستمر حتى يوم الخميس، وأنها تتضمن أيضا تدريبات لمروحيات هجومية. وصل نحو 100 جندي ألماني إلى ليتوانيا بعد تعهد برلين تعزيز وجودها على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. القيادة الألمانية أكدت أنها ملتزمة ضمان الأمن، مشيرة إلى أن وحدة القيادة ستتمركز على نحو دائم في الدولة الواقعة في بحر البلطيق، فيما ستنضم إليها وحدات قتالية من أجل التدريب الذي يرجح أن يجري في أكتوبر تشرين الأول. إلى ذلك شنت القوات الروسية هجمات على وحدات وقوات الاحتياط التابعة لقوات كييف في دونيتسك. المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشيكوف قال إن القوات الروسية استخدمت أسلحة عالية لضرب قاعدتين لمرتزقة أجانب في دونيتسك، كما أنها أسقطت مقاتلة هجومية تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة نيكولايف، وخمس طائرات من دون طيار، واعترضت 3 صواريخ أمريكية الصنع مضادة للرادار. يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة في الشرق الأقصى الروسي، يزور خلالها كاماتشاتكا ويحضر مناورات بين دول منظمة شنغهاي، كما يشارك في المنتدى الشرقي الاقتصادي الدولي. وانطلقت في مدينة فلاديوفوستوك فعاليات منتدى الشرق الأوسط
وسط مشاركة دولية واسعة ولا سيما من دول آسيوية، ويعكس الموضوع الرئيسي للمنتدى نحو عالم متعدد الأقطاب عمليات التغيير العالمية التي تؤدي إلى إنشاء نموذج اقتصادي جديد يوفر فرصة للتحاور مع جميع الأطراف المهتمين. في بريطانيا انتخبت وزيرة الخارجية ليز تراس رئيسة لحزب المحافظين البريطاني خلفا لبوريس جونسون الذي تنحى عن زعامة الحزب. واختار أعضاء حزب المحافظين الذين يبلغ عددهم نحو 160 ألف شخص بين كل من وزير المالية السابق ريتشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس، وبذلك أصبحت تراس المرأة الثالثة على رأس الحكومة في بريطانيا. من المقرر أن يزور رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الجزائر اليوم لبحث أفاق التعاون بين الطرفين وخصوصا في مجال الطاقة. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيلتقي ميشيل وسيبحث معه الكثير من الملفات، وعلى رأسها إمكانية توريد المزيد من الغاز إلى أوروبا. قتل 10 أشخاص وأصيب آخرون من جراء هجمات طعن في منطقتين نائيتين بكندا إحداها تسكنها غالبية كبرى من السكان الأصليين. وذكرت الشرطة الكندية أن الضحايا رصدوا في 13 موقعا، وأشارت إلى أن 15 جريحا نقلوا إلى المستشفيات، وفيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن مشتبه فيهما. غرد رئيس الوزراء جاستين ترودو مقدما التعازي إلى أهالي الضحايا ووصفا الحدث بالمفجع والمروع. Let me be clear. اليوم تلقى قسم شرطة ساسكاتشوان عدة مكالمات بشأن عمليات طعن في مناطق متفرقة، وقد بيّنت التحقيقات الأولية أن بعض الضحايا تم استهدافهم عن عمد والبعض الآخر استهدف عشوائيا. دعوني أوضح أمرا، ما زالت عمليات البحث جارية عن المشتبه بهما، هما مسلحان وخطران، ونطلب من سكان المنطقة والمناطق المجاورة توخي الحذر في هذه المرحلة. تزداد أوضاع الناجين من فيضانات باكستان سوءا، حيث وصلت أعداد المتضررين إلى نحو 33 مليون شخص، فضلا عن تلف أعداد كبيرة من المحاصيل الزراعية والممتلكات. بكر يونس. هكذا هو حال الناجين من الفيضانات شجار حول المساعدات الشحيحة للأسف التي وصلتهم، وغضب متواصل بين المواطنين وغياب حكومي على ما يبدو مع قلة المساعدات الدولية التي وصلتهم حتى الآن. تنحسر مياه الأنهار عن مأساة كبيرة يعيشها المواطنون هنا، مثل هؤلاء الذين كانوا يعيشون على ضفاف الأنهار والآن لم يعودوا يملكوا شيء ويعانون الجوع والعطش. نريد سقفا يحمينا، لا أحد يساعدنا ولا أحد يقدم لنا الطعام. نحن جوعى وأولادنا جوعى، وليس أمام أولادي إلا الطين. نريد أن يعطينا أحد ما نسكن فيه ويحمي أولادنا، لا نريد شيئا آخر. أمامنا هذا النهر الذي أخذ كل شيء. بحثنا كثيرا عن ممتلكاتنا ولكننا فقدنا كل شيء. أحد الجسور الكبيرة في منطقة رشاكي الآن مصابة بالكثير من التصدعات بسبب الفيضان الذي أصاب باكستان، وهذا الجسر لوحده يحتاج إلى إعادة تأهيل من جديد، الأمر الذي يجعله الآن يعني معرضا للخطر والانهيار رغم انحسار الكثير من مياه الفيضانات عن هذا الجسر. إن من تضرر لا أحد يهتم به. المساعدات تصل من الخارج ولكنها لا تصل إلينا. نحن خسرنا كل شيء، ونساؤنا على الطرقات وأولادنا كذلك، ولا شيء يحميهم. ولهذا فإن الناس الآن يتشاجرون ولا يوجد من يرعانا، والوضع يزداد سوءا. توضح الإحصائيات الحكومية أن نحو 33 مليون شخص متضررين من أثار الفيضانات، إضافة إلى وجود مخاوف كبيرة من انتشار أمراض كالكبد الوبائي والملاريا بين هؤلاء الناجين. في ختام نافذة على الكوت ديفوار، نتوقف عند موسيقى هذا البلد الكوبي دي كالي التي تعد الموسيقى الشعبية الإيفوارية الأشهر دينا. هذه الموسيقى ساهمت في نشر السلام عبر سردها آمال الشباب وطموحاتهم. علي مرتضى والتفاصيل.
بيبي بيكالي، الموسيقى الشعبية الإيفوارية الأشهر. بدأت منذ 40 عاما مع الموسيقي دوغاسا، واشتهرت على يد الموسيقي الشهير دي جي عرفات، حيث أضحت الموسيقى الأشهر في الأحياء الشعبية الإيفوارية. هدف موسيقى كوبي ديكالي في الأساس ليس بالضرورة الغناء، بل تميزها بأجوائها الحماسية والرسائل التي تحتويها وتمررها هذه الموسيقى، والتي تتحدث مثلا عن السلام أو عن تاريخ البلاد، وهذا ما يرفع وعي الشباب بشأن قضايا المجتمع. تعتبر هذه الموسيقى بمثابة رسائل اجتماعية وثقافية وحتى سياسية توجهها الطبقة الشابة إلى المجتمع الإيفواري، وقد ساهمت خلال الأزمة الإيفوارية بتقريب وجهة النظر ودفع الشباب نحو السلام. موسيقى الكوبي ديكالي مصدر إلهام للأجيال الشابة. الكوبي ديكالي حركة اجتماعية تعبر عن الشباب من خلال الموسيقى. الكوبي ديكالي نوع من الموسيقى الشعبية التي تساعد على نسيان الهموم والمشاكل، كما أنها أضحت تقليدا شعبيا. فأنا كل يوم سبت لابد أن أستمع إلى هذه الموسيقى مع أصدقائي. من أحياء فقيرة كهذه انطلقت موسيقى كوبي ديكالي، هذه الموسيقى التي خرقت صمت الفقراء وأعطتهم صوتا يتحدثون به عن طريقة عيشهم، ويوضحون من خلاله عن آرائهم وأمالهم للمجتمع الإيفواري. علي مرتضى كوتي، الميادين. والآن إلى أخبار الاقتصاد في الظهيرة، معك أليسار كرم. شكرا مروان، أهلا بك. أهلا بكم. لليوم الثاني على التوالي يتظاهر الألمان لمطالبة حكومتهم برفع العقوبات عن موسكو وتشغيل خط أنابيب الغاز السيل الشمالي 2، ولا سيما في مدينة لوبمين التي ينتهي عندها خط الأنابيب، وكولونيا التي يقيم فيها مغتربون ناطقون باللغة الروسية. أما في تشيكيا فتظاهر نحو 70,000 شخص في العاصمة مطالبين الحكومة بالحد من أسعار الطاقة المرتفعة وإبرام عقود مباشرة مع موردي الغاز ومنهم روسيا. هذا وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 2900 دولار لكل 1000 متر مكعب في بداية تعاملات اليوم. وبحسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، فإن أسعار العقود الآجلة لشهر تشرين الأول أكتوبر زادت بنسبة 31% بعدما قررت شركة غازبروم الروسية وقف ضخ الغاز نهائيا عبر خط الأنابيب السيل الشمالي 1 بذريعة وجود تسرب نفطي في وحدة تابعة لشركة سيمنز أنرجي الألمانية. أما أسعار النفط فقفزت أكثر من دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت إلى 94 دولارا ونصف دولار في بداية التعاملات. ويترقب المستثمرون ما سينتج من اجتماع الدول الأعضاء في مجموعة أوبيك بلس اليوم لبحث إبقاء مستويات الإنتاج الحالية أو خفضها بهدف دعم الأسعار. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد كشفت أن روسيا لا تدعم خفض الإنتاج، لذلك من المرجح أن يبقي التحالف الإنتاج ثابتا. أكد الكرملين أن وقف الإمدادات عبر خط السيل الشمالي 1 ناجم عن خطأ ارتكبته الدول الأوروبية لأن عقوباتها تحول دون تأمين صيانة البنى التحتية لنقل الغاز. ونفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وجود سبب آخر لوقف ضخ الغاز سوى أن الشركة الألمانية لم تصلح المحطة التابعة لها لاستئناف عمليات ضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا. تدرس الحكومات الأوروبية فرض نظام توزيع حصص الطاقة للشتاء المقبل على أن يتخذ القرار النهائي في 9 من الشهر الحالي خلال اجتماع لوزراء الطاقة. وكان رئيس هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا كلاوس مولر قد حذر من أن بلوغ مخزون الغاز 95% سيكفي فقط 2.5 شهر إذا أوقفت روسيا ضخ الغاز. وتوقع أن تحول المفوضية الأوروبية الخفض الطوعي للاستهلاك إلى خفض إلزامي.
في سياق متصل، انخفض سعر اليورو إلى ما دون 99 سنتا للدولار في ظل المخاوف من تراجع الاقتصاد الأوروبي بعد قطع إمدادات الغاز الروسية تماما. هذا هو أدنى مستوى لليورو منذ 20 عاما، ويرجح الخبراء أن يستمر المنح التنازلي في ظل أزمة الطاقة التي تهدد بركود اقتصادي في عموم أوروبا. وفي المقابل استفاد الدولار من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. بهذا الخبر نختم موجز الاقتصاد ونعود لمتابعة نشرة الأخبار. شكرا لك يا ريسار. شكرا لك يا ريسار. الظاهرة انتهت. وإليكم تذكيرا بعناوينها. شهيد في جنين واعتقالات واقتحام الاحتلال مدنا في الضفة وخشية إسرائيلية من ازدياد وتيرة العمليات الفلسطينية واتساع دائرتها. 15 قتيلا بينهم دبلوماسيان روسيان بتفجير استهدف السفارة الروسية في كابول. ولافروف يصف الهجوم بالإرهابي ويطالب بمعاقبة الجنود. طهران تشترط إنهاء تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتوصل إلى اتفاق نووي مستدام، وتعلن استعدادها لإمداد أوروبا بالطاقة إذا رفعت العقوبات عنها. جلسة ثانية من الحوار الوطني بين القوى السياسية في العراق، وزعيم التيار الصدري يدعو إلى الاستمرار في الإصلاح. وكان في أخبار الاقتصاد، تظاهرات مستمرة في دول أوروبية رفضا للعقوبات على روسيا، وأسعار الغاز تتجاوز 2900 دولار لكل 1000 متر مكعب. وكان في الرياضة، الشياطين الحمر يوقفون زحف المدفعجية في الدوري الإنجليزي. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. في أمان الله. إلى اللقاء.